ديال فريق الرجاء حتى الان اكيد اننا مرتاحين، باقي شويه ديال الخدمه، مازال حنا راه مازال ما قفلناش حتى النص ديال البطوله، راه الماتش 14 هذا، باقي لنا مقابله مع الجديده باش ان شاء الله نبداو نهضروا على واش البطوله الخريفيه ولا مازال تابعنا شويه ديال الخدمه. البوادر حنا تنشوفوها، ما نقولوش راه وصلنا ولا ربحنا، حيت ربحنا اليوم المتصدر ولا مازال لاعبين البطوله مازال ملعوبه، مازال الفرق تيتقاتلوا على المقدمه، اللي عنده النفس القوي هو الشيء اللي كنخدموا عليه حنا، هذاك لو سوفل باش هو اللي غادي ان شاء الله يكون في ظل هذا الخط التصاعدي ديال فريق الرجاء. يمكن نقولوا بان كتراهن على الفوز باللقب هذا الموسم، احنا غنلعبوا على قلنا نلعبوا عليهم كاملين، راه زي غنيوها لي زيلترا ديال نلعبوا عليها ونجيبوها، والله ما تروح